ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد ملكنا واحد محمد السادس محمد السادس مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، ونحن نتواجد بالمطرح العمومي للنفايات بمنطقة مغوغة بطنجة، والذي تم إقفاله مؤخرا وإغلاقه بقرار من الجماعة الحضرية لطنجة ونقله إلى جماعة حجر الحل لمنطقة زكدلة. إذا هذا القرار خلف سياق عارم في صفوف مجموعة من المواطنين العاملين على تنقيب الأزبال بهذا المطرح العمومي، والذين يطلبون من السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول لهم، بعدما أكدوا لقناة شوف تيفي أنهم أصبحوا عرضة للضياع والتشرد بعد إغلاق هذا المطرح العمومي ونقله إلى منطقة حجر الحل، إلى أنهم يطالبون من السلطات المحلية وعلى رأسهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بإنصاف هؤلاء العاملين في المطرح العمومي. إذا مزيد من التوضيحات غادي نعرفوها على لسان مجموعة من المحتجين. غادي نبداو بتعاونيه كاب لتدوير النفايات. السلام عليكم. وعليكم السلام. علاش جيتوا تشجعوا على هنا؟ اولا كنشكروا بعدا الطاقم اللي جا ديال تشوف تيفي اللي جا باش يزورنا وجا باش يشوف الاوضاع اللي كنعيشوها كاملين هنايا في هذا المطرح العمومي. اولا كنبداو كنطالبوا وكنلتمسوا من السيد الوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل العاجل باش يشوف ينصف هاد العمال اللي كيتسموا المخالة او النباشة او المعارة باش ينصفهم. علاش؟ لان هاد الناس ضايعين بزاف وكيعيشوا واحد الاوضاع مزرية، واحد الاوضاع اللي يورث لها، اوضاع اللي ما يمكنش يتقبلها العقل او الانسان، لان كاين الروائح الزكيه المهم اللي كتخرج، كاين بعض الامراض كثيره، كاين الاغلبيه ديال العمال راهم عاشوا امراض، عاشوا اتصابوا بالربو بزمن اثر عليهم زمن كورونا وجائحه كورونا اللي اصابت المغرب والعالم باكمله. إذن من هذا المنبر كنطالبوا السيد الوالي المحترم التدخل العاجل لإنصافنا وإنصاف الأسرنا وعوائلنا كلنا، وتنطلبوا من المسؤولين اللي كيشرفوا على المطرح العمومي اللي غلقوا هذا المطرح وبغاو يحولوه. حنا ماشي مشكل، حنا مع التحويل، حنا مع الهيكله، مع التنظيم بالعمل منظم، ولكن ضروري خاص يكون اشراك للمخالي، اشراك ويكون الاطراف كلها كتكون حتى هي عندها الكلمه. علاش هاد الناس دابا هاد المخالي ما شاركوهمش؟ عملوا المسائل ديالهم كامله، بغى يحولوا المطرح العمومي للسكداله او المنزله، وباش يعملوا المساله ديال التمر والتثمين ديال النفايات. وثانيا اذا شوفوا كذلك احد المتضررين، اذا المهم كنطلبوا
التدخل العاجل للسيد الوالي المحترم وشكرا. السلام عليكم. حنا شحال وتينا في هذا المطرح هذا؟ سيدي انا اكثر من 30 سنه وانا هنا من اللي حليت عيني ومن اللي خلقت وانا هنايا. وسيدي دابا تنطالبوا من سيد الامر هو يتقبل لينا ان شاء الله بهذه المخاله بوليداتنا بحنايا. راه حنا بقينا ضايعين، الا غيديروا شي حاجه يديوها الرسم حنا ما موافقينش عليها. حنايا راه هذه هي العيشه ديالنا، هذه هي الحياه ديالنا، حنايا وليداتنا وشكرا. كذلك تفضل شنو المطالب ديالكم في هذا الوقت هذا؟ كنشكر بعدا اولا اذاعه ديال شوف التي في على التدخل المبارك ديالها، كما كنشكر السيد الوالي المبارك ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه على المبادرات اللي كيقوم بها تجاه طنجه العروسه الشمال. اللي كنأكد على هاد الناس مساكن الضحايا ديال المطرح العمومي النفايات ديال طنجه، راه الناس مساكن بحال يرثى لها، راه كاين اللي كتكون الاسره ديالو سبعه ديال الاسر، كاين اللي تسعه، كاين اللي 10، راه كاين جهات الشجيرات، كاين الخرب، كاين يعني خندق الورد، كاين مغوغه الكبيره، كاين مغوغه الصغيره، كاين يعني طنجه تقريبا كامله كتكب هنا. وكنشكر كاب يعني تعاونيه كاب لتدوير النفايات على تا هي على المساهمه ديالها وتقليص يعني المعاناه ديالها، يعني هي اللي واقفه مع هاد الناس هادو، كنشكرها شكرا جزيلا. الله يجازيه بخير السيد الوالي المحترم اللي كنحسنوا فيه الظن دائما في مدينه طنجه انه يتدخل تدخل فوري عاجلا، لان الناس راه ما كتلقى ما تاكل، الاغلبيه ديالهم كاريه، الاغلبيه ديالهم مسيبين. الله يجازيه، حنا ماشي ضد الرقي وضد الازدهار وضد التعمير ضد الاصلاح، كنشكروهم على هذا الاصلاح هذا، ولكن ينصفوا هاد الناس اللي كاين اللي عنده 30 سنه، كاين اللي عنده 40 سنه. انا شخصيا يعني جيت هذه تقريبا 20 سنه، يعني 20 سنه جيت لهاد الارض السعيده ولقيت وجوه الخير، هادو اللي كيهضروا واللي ما هضروش كاملين ساكن ضحوا في هاد الارض هذه. الله يجازيكم بخير السيد الوالي، الجماعه الحضاريه الله يجازيكم بخير. نصفوا هاد الناس هادو راهم ولادكم، هادو راهم ولادكم، راه هاد النساء راه كاين اللي عندهم، كاين اللي ارامل، كاين اللي ايتام، كاين اللي محاجر. والله يجازيكم بخير. وكان لا ما بقى لهم مصدر، صافي تشد لهم المصدر الواحد اللي كان. تفضل. السلام عليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. هادي 27 عام وانا خدام هنا، وانا عايش من هنا من هاد الميخاله، وعندي وليداتي عايشين هي بهم، والحمد لله ربي مين داونا هاد المطرح ما بقى عندنا والو، ما عندنا ما ناكلو دابا، ما جبرنا ما ناكل، صافي ما بقى والو، ما عندنا حتى شي حاجه اللي عندنا. خصنا نشوفوا شي حال اللي غنخدموا فيها. واش يمكنكم تنتقلوا تما الحجرين الحالة ولا؟ اييه ممكن نتناقلوا تما. المهم خصنا نخدموا. لا ما خلوناش، مشينا تما ما خلوناش ندخلوا. ما خلوناش ندخلوا. واش عملوا لكم شي شروط ولا يمنعوكم مرة؟ منعونا مرة، ما كاين لا شروط لا حتى حاجة. ما كاين حتى حاجة. ما مدخلينش احنا. ما مدخلينش بهذا الشيء هذا مرة. سيدنا مشاهدينا الكرام نحن معكم مباشرة من أمام السلام عليكم العمومي للنفايات بمنطقة مغادي طنجة، حيث احتجت مجموعة من المواطنين العاملين في هذه المزبلة. تفضل يا لالا. شحال مشينا هنايا في طنجة؟ سيدي أنا دابا عندي 24 عام في طنجة. ويني هاد البلاصة هادي كنعرفها ملي جيت هنا لطنجة، أنا سبع سنين هادي باش دخلت لهاد المطرح هذا. وني هاد الشبان وهاد العمال هنايا هاد الميخاله كلهم، كاين اللي كبر هنا وتزوج هنا وولادو كيخدموا معاه هنا، فيها عايش، هي الشركه ديالو، ما عندهم صنعه، هنا كبروا هنا ترباو، اللي كيخدم على خمسه، كاين اللي كيخدم على سته، كاين اللي كيخدم على عائلته، على والديه، ما عندهم لا فين يمشيو ولا فين يجيو. دابا هاد الشبان كلهم اللي كتشوفوا ضايعين، منين هزوا لهم هادي الرزق ديالهم، هادي هي المعامل ديالهم، هادي هي الشركه ديالهم. لحقاش كبروا هنا وترباوا هنا، ما عندهم فين يمشيو، ما عندهم فين يجيو. انا براسي هذه سبع سنين وانا مع هاد الدراري بحال ولادي مخشيه في وسطهم. دابا منين مشات ما عندي منين جيني من ناكل، ها الحاله ديالي كي دايره شتي. انت كتشوف وين هاد الشباب هادو، كنطلبوا شوفوا حتى هاد الشباب هادو، حنا مستعدين فين داوها نمشيو معاهم، ما غنهربوا حتى من شي حاجه، فين داوها نمشيو ما يخلوا على ولادنا حنا وهاد الشباب. وين هاد الشباب راهم ضايعين سمعتي،
هاد الشباب بقاو للضيعة. حياتنا كاملة هنا، ما عندنا لا ما ناكلو. هنا تبرو، هنا ترباو. ما عندنا لا ما ناكلو ولا ما نشربو. السلام عليكم. الشاب كتخدم فكنتي كتنقب على المطرح العمومي. مي كنعرف راسي وانا كنقل هنايا في هذا المطرح العمومي وما كاين لا صنعه لا والو. دابا هما الدواء حنا بقينا ضايعين، لا خدمه لا خدمه. حنا مي مشاو حنا واقفين مرة بقينا ضايعين، هما عدة شباب هما سقدلة وحنا مستعدين نمشيو نخدمو وقفونا. قال لك ممنوع. واش حفاظا على الصحة ديالكم ولا؟ حنا الصحة ديالنا أقلمنا مع هادشي هذا، الظروف كورونا كاملة وحنا خدامين فيها، ما بجهد الله ما كيوقع والو. رحمة الجائحة وهادشي كامل كنا خدامين، سابش هاد الجائحة عاد قال لك دابا الزهات هنا كتشوف. حنا بقينا ضايعين بزاف، عدة الناس والله ما بقات كتجبها حتى ما تاكل. الخوز ما عندها شي تجيبها، والله ما كاين اللي ما عنده حتى الخوز ما يجيبها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكر شوف تيفي على هذه الزياره الكريمه، لان حنا كميخاله كنعيشوا في هذا المطرح النفايات منذ سنين عده، وكنخدموا على وليداتنا. كان اللي عنده 6 اطفال، كان اللي عنده 7، كان اللي عنده 10، وكل واحد واش عنده. وحنا فاش هزوا لينا هذا المطرح النفايات يعني مصدر الرزق ديالنا تقطع لينا، ما بقى لينا شي باش نعيشوا. وكنناشدوا وكنطلبوا من السلطات المحليه والمهنيه من الامر يشوفوا لنا الحال ديال الناد ميخاليين، لان حنا كميخاله او كنباشا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطلبوا يعني مصدر الرزق ديالنا باش نعيشوا حنا والعائله ديالنا يعني في كرم. يعني بالنسبه لجائحه كورونا ولا هذه، حنا متعاقلمنا مع هذا الشيء هذا. يعني كتغامروا؟ كنغامروا في الحياه ديالنا من اجل الارزاق ديال الوليدات ديالنا، فهمتي؟ هذا هو مصدر الرزاق ديالنا. الا داو لينا هذا الشيء هذا، راه ما بقى لنا شيء من نعيشوا، غنبقاو عرضان التشرد. وشكرا. السلام عليكم. الكلمه الاخيره هو ان الناس النهار فاش داروا اعلنوا الترحيل ديال هذا المطرح ديال النفايات، قالوا بانه غادي يسجلوا هاد الشغيله اللي خدامه في المطرح في عين المكان. تم التوهم ديالنا بانهم كيسجلوا هاد الناس، تسجلوا شي وحدين، تصيبت المصالح ديالهم هما، مشاو داروا تنسيق مع الشركه اللي دخلت جديده اللي كتسمى افيردا. في الاخر ملي مشاو هاد الناس لعين المكان باش يتابعوا المهام، يزولوا النشاط المهني ديالهم، تم المنع ديالهم. ملي مشينا طلنا جبرنا ديك التعاونيه ما مسجلاتها شي واحد في هاد الناس اللي معنيين بالامر واللي هما اللي عانوا الويلات طوال سنين عديده في هاد المطرح هذا. كاين اللي هنا ضرب 30 عام، كاين اللي ضرب 25 عام، كاين اللي ضرب 20 عام، كاين اللي تهرس هنا من رجلو، كاين اللي تهرس من يدو، كاين اللي مرض هنا بالربو. مختلف الامراض راه كاينه في هاد الشريحه هذه من المجتمع، وما كتلقى حتى شي عنايه من اي جهه مسؤوله. حتى شي جهه مسؤوله ما كتجي تعطي ترد عين الاعتبار لهذه الشريحه من المجتمع. وكنلعبوا واحد الدور، وكنلعبوا واحد الدور مهم، هي تعاونيه كابل تدوير نفايات، كنلعبوا واحد الدور مهم امني وبيئي، كما كنلعبوا واحد الدور مهم امني وبيئي، بحيث الا بغيتي تشوف الجريمه في هذه المنطقه هذه صفر جريمه على مدار السنه. وهذا كيرجع الفضل، وكيرجع الفضل للناس اللي كيشتغلوا هنا، يعني كاين صفر جريمه على مستوى المنطقه مغوغر الكبيره. شكرا.